مش يا صباح الفل فل فل شمر ايدك دوق سمي وكل كل كل ممبر ومحشي وفتة بخل خل خل مناقيش تحبش ويلا هم هم دوق انسى الريجيم ده وقوله طز 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 وكل حمام ورومي ووز 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 اكلاتنا كتيرة وزي الرز رز رز مناقيش تحبش ويلا هم الصوبات الزجاجية بينفذ الضوء من خلالها ولا يرتد إلى الخارج مرة أخرى. في علاقة قوية بين الصوبات الزجاجية والنجمة اللي معايا النهاردة، لأنه هي في أي عمل فني الضوء بينفذ منها ولا يرتد إلى أي زميل حواليها، يعني بتشفط كل الأضواء. نجمة كوميدية جدا، إنسانة طيبة جدا جدا، بنت مصر، بنت شبرا، حتتي، أخوها، صاحب جوزي. معايا ومعاكم النجمة الفنانة الجميلة الطيبة الرقيقة سعاد نصر. مش ممكن، ليه مش جايبة ناس يسقفوا لي كتير؟ ما هو حضرتك اقعد رقيقي للتسقيف، ده انا بفضل اسقف لحد ما سيدي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. ايه التقديمه الجميله؟ لا اتفضلي هنا، ده سرير اي نجم يجي لازم ينام هنا. والله العظيم انا معاك، بس انا هنام بجد. هنام بجد. ايه زحلقي؟ إيه استني بشيل المناديل. ايه المناديل دي؟ ايه انت نسيتي ولا ايه؟ عشان ما انت عارفه المكياج. لا نعرف الجمهور. لا انا جمهوري ما اخبيش عليه حاجه، جمهوري العزيز لما بيجوا يعملوا لنا مكياج بيحطوا لنا مناديل هنا عشان الهدوم تطلع نظيفه ما يطلعش عليها البامبا والاخضر والاحمر، فبنخليه اخر حاجه نشيله في الاخر خالص عشان تعرفوا ان انا ما بخبيش عليكم حاجه. وبعدين ننصح كل المشاهدين انهم بعد كده يركزوا في اللياقات بتاعت الزملاء اللي هو كلها مكياج. تعرفوا الممثله عليها هنا بتاع يبقى ما عندهاش كلينكس، الماكير بتاعها بخيل ما حطلهاش كلينكس. آه
طيب دلوقتي ما ندخل في الموضوع بقى يعني. يا ريت. هو ايه الحكايه بقى؟ بصي الحكايه يا ستي، هسالك مجموعه اسئله ما فيهاش طبعا تاريخ ميلادي. والله يعني ما تقوليش القرين، لازم اقول القرين يجي بتاريخ الميلاد. لا مش هينفع. صدقي لفتي نظري، كان سؤال مهم جدا. لا لا نو نو ثانك يو. حتى بلاش السنه يعني، نقول الشهر وخلاص. نقول الشهر دلوقتي قبل ما نبتدي. اه بلاش السنه. هو 1900 الله اعلم. سيبيها 1900 ونقط. نقط انا بكتبها اكمل بين 26 ديسمبر. طب ندخل، مش عايزه ادخل في الاسئله. لا 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 يلا يلا ندخل عشان نخلص. يلا انا عايزه اعرف القرين. طيب فعلا. طيب دلوقتي في اشاعه اتقالت عليكي في احدى الصحف وضايقتك، هتتجاهليها ولا هتنشري تكذيب في نفس الجورنال، ولا هتحاولي بكل الطرق تثبتي ان هي اشاعه، ولا ترفعي قضيه على الجورنال؟ اذا كنت قريتها. انت لو في اشاعه ما تقريش اساسا. لا اذا كنت قريتها يبقى حظهم كويس. لو قريتيها حظهم كويس. حظهم هم كويس. هتعملي ايه؟ هتجاهلهم. محظوظين فعلا. انا عندي وقت يا نشوى. لا صح يا ماما، عبال ما تخلصي تصوير وتخلصي المواعين صح، وتوطي على الرز مش عارف ايه. صح ما يولعوا جاز. لا خلاص يبقى احسن. طب رايك في الجواز بالنسبه للفنان ايه؟ هل هو بدايه انطلاقه، ولا تقييد للفنان، ولا بيزود مسؤوليات الفنان، ولا غير مؤثر بالمره في حياه الفنان؟ لا بيزود مسؤولياته طبعا، الماديه تحديدا. الماديه والنفسيه والمعنويه والاخلاقيه والنفسيه والخنقه والشعر، وحتى الشعر بيبوظ. حد ما فيش حاجه بتقعد بتقعد على حالها. آه. طيب انت مهتمه بمتابعه ابناء جيلك من الفنانين؟ ايوه. لا لما بكون فاضيه بس، حب استطلاع بتابعه. لما بكون فاضيه بس. الحلم سيد الاخلاق، هل للفنان يعني امكانيه لاستخدام هذه الحكمه في حل مشكلاته؟ ايوه. انا صبري طويل، مش على طول، حسب مودي. لا ده انا نرفوزه شويه. انا اسفه. قفت نرفوزه. قفه. انت قفت نرفزه. انا اتعصب بسرعه بس اهدى بسرعه، مجرد بحس حسن النيه في اللي قصادي. أيوة. انه مش قاصد يضايقني اهدى بسرعه جدا، كلمه صغيره تهديني. طب لو قاصد ينرفزك بقى، يا ليلته، يا بخته، يا ليلته الحلوه. طب افرض اتسالتي سؤال وما كنتيش متاكده من الاجابه، تحاولي تتفزلكي وتجاوبي باي طريقه، ولا تقولي من قال لا ادري فقد افتى، ولا تغشي الاجابه من اي حد وتجاوبيها كانك انت الالهه، ولا حسب نوع السؤال اساسا ممكن تقرري تجاوبي ولا ما تجاوبيش؟ من قال لا اعلم فقد افتى يعني. طب لو انت بعد الشر عليك يا رب ما يجيب لك دقيقه ابدا في حياتك، يعني اذا فرض وحصل وكنتي في حاجه مضايقاكي وعندك كبت فظيع، تعملي ايه؟ تلعبي رياضه عنيفه مع الولاد، ولا تصرخي بصوت عالي في الولاد برضو، ولا تدخلي تقفلي على نفسك اوضه وتقعدي تعيطي لحد ما تخلصي، ولا تمرمطي نفسك في الشغل عشان تتهدي وتنسي الاكتئاب؟ والله برضو هو ده كان ممكن لو في شغل، لكن طيب لو ما فيش شغل. في شغل هنا في الولاد بقى. ما في حاجه تلعب رياضه عنيفه. في حاجه مش في البتاع. ايه؟ انا باخد العربيه وامشي في حتت بعيده اصرخ في العربيه. ما هي دي تصرخي بصوت عالي بس مش في الولاد بقى. لا مش في الولاد، في العربية. في العربيه ما اقدرش اصرخ. بتقدري تصرخي في ولادك دلوقتي؟ هم اللي بيصرخوا فيا. هم اللي حد يقدر يصرخ في ولاده؟ انا نفسي اشوف حد المحه يقول لي انا صرخت في ولادي يوم من الايام او الصبح مثلا. لا طبعا بصرخ في الشارع. امشي في حته تكون فاضيه مثلا، طريق سفر او بتاع، واصرخ في العربيه. أيوة. أو اولع حاجه من المزيكات اللي هي السخيفه بتاعت الايام دي. السخيفه اللي هو واروح معاها، اقول معاها كده. حلو بس جدا. اطلع تجربيها يا نشوى الصريخ في العربيه؟ ما جربتش. يا نهار ابيض. انا بصرخ في الولاد الحقيقه. لا ده متعه. ما متعه برضو انك تصرخي في ولادك الصبح، افطر يا عبد الرحمن اللي انا ما شربتوش ليه؟ وكامل هو كله ايقاعي، لدرجه امي قالت مره مامي انت ليه بتقولي كلام طويل؟ يعني مش مثلا افطر يا عبد الرحمن، لا افطر يا عبد الرحمن. صحيح. فقال لي مامي انت ليه بتقولي كلام طويل يعني ما بتخلصيش كلام؟ لا انا ما اقدرش اما اتضايق اصرخ فيهم، لاني بصرخ فيهم في العادي. ده العادي بتصرخ. اول ما تقومي من النوم الصبح تصرخي. أيوة. حرام عليكم ما فيش حد فطر، امال انا بشتري ام الاكل ده كله ليه والحاجات دي؟ حرام عليكم. أو نفسي ام النوم الاقي حد يقول لي ماما انا فطرت، ماما انا خدت الدواء بتاع الكحه. فانت بتقومي تزعقي في الايام العاديه. أيوة. فالايام اللي مكبوته فيها هتعملي صوتي في العربيه في الشوارع. اعمل كده. طيب لو امتلكتي ساعه الزمن وقالوا لك ممكن ترجعي لورا، ترجعي فتره الطفوله ولا الثانويه العامه عشان تحسني مجموعك،
ولا ترجعي لفتره فيها عمل فني كنت بتحبيه، ولا ما ترجعيش انت كسلانه، خليكي زي ما انت احسن. خليني قاعده زي ما انت. خلينا كسلانه. طب بصي بقى، سؤال بقى تحفه. لو طلع لك مصباح علاء الدين وقال لك شبيكي لبيكي انا بين ايديكي، تطلبي ايه؟ تطلبي مليون دولار، ولا دكتوراه في مجال تخصصك، ولا سيناريو فكرته تحفه، ولا تطلبي منه تلفي حوالين العالم مع ولادك؟ انا يا لف العالم مع اولادي يا سيناريو. طب ما تاخدي المليون دولار وتلفي العالم والباقي تعملي بيه شوبينج. اتفرجي. طب والسيناريو اجيب ام السيناريو ده، انت معاكي مليون دولار. ما هي السيناريو 100000 جنيه يجيبوا احلى سيناريو. بتهرجي. لا خلينا في سيناريو حلو يجي لك وانا جاهزه كده من غير ما ما هو لما يتعمل حلو يمكن بعد كده بقى السيناريو حلو يعمل فيلم. هجيب لك انا سيناريو حلو، فلوس حلوه، خدي مليون دولار وادهم لي اجيب لك سيناريو حلو. بس ما نضيعهمش. لا ده البرنامج هنضيع من علاء الدين، هيديهم لحد تاني. بذمتك؟ ايوه خدي المليون دولار. لا لا عايزه السيناريو حلو. انت حر، سيناريو انت حلو انت بتوفري له. يعمل لي حاجه كده. انت حره، انت حره، ماليش دعوه. هتندمي يا بنتي يا نشوى. اما يجي السيناريو حلو هجيب فلوس. ما بس مش مليون دولار. ما احتمال، محدش عارف. ماشي خلاص. هو لو يورو كنت ممكن افكر. والله ممكن تطلبي يورو منه يعني. علاء الدين. طيب الاسئله خلصت للاسف. لا 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 هنروح. لا استني، هنعرف انت ايه قرينك مين. طيب ايه ده بطيخه؟ بصي طلعتي ايه؟ طلعتي قرينك البطيخ. طب احطها في بطني عشان احط بطيخ. لا بس بطيخ حمراء مش اي بطيخ. انا قرين بتاع البطيخ. بطيخ احمر فاخضر. احمر فاخضر ده مش بطيخ. بحب البطيخ جدا لكن ما بحبش اللون الاخضر ولا الاحمر. لا بتهرجي. مش بستهوني قوي يعني. طب اسود؟ في اسود برضه. اسود ممكن. طيب خلاص. لكن انا بحب البطيخ جدا. بس الطعم ده بيطري على يعني. انا القرين بتاع البطيخ لو ده كلام حقيقي. أيوة ولا برنامج انت ولا انت سايت؟ والله هبقى اديكي العنوان بتاعه وحياه ربنا. ايوه اي حد. طب خلاص ماشي اوكي. بطيخ بعدين ساقع وبتاعه وفي الحر. وفي الحر وكده اوكي. مع الجبنه البيضة او متلج طالع من فريزر. والجبنه البيضة. والجبنه البيضة ماشي. والعيش المحمص بقى. لا ممكن يعني مفقع. بالشوكه كده جبنه وقطمه البطيخ من غير عيش. بلاش عيش رجيم. عشان رجيم. اوكي. طب انا عايزه اعرف علاقتك ايه بالمطبخ؟ هل علاقه وطيده او علاقه عداوه؟ ولا ده ولا ده. ولا وطيده ولا عداوه. ولا عداوه. علاقه ايه؟ موسميه. دلوقتي افرض مثلا الجمهور عايز يشوف حضرتك وانت بتعملي له حاجه، تقدري ولا الموسم ده الجمهور يشوفها؟ اما انت هنقوم نعمل دلوقتي حاجه، ما احنا جايين في الحر ده. ما هو ده قدام كمان النار. قدام النار مفيش بوتاجاز مكيف بارد. بوتاجاز مركب. لا مفيش عندنا حاجه. طب حاجه تبقى خفيفه كده. والله خفيفه. شويه قوطه بالجبنه وخلاص وخلص. والله انت حر. اي حاجه خفيفه. انت حر. تحبي؟ يلا عشان خانقه قوي. ها يلا اوكي. وبعد ما عرفنا ان الفنانه النجمه سعاد نصر طلعت بطيخه، هنسأل مدام سعاد، حضرتك تحبي تقدمي للجمهور ايه النهارده؟ اكله دسمه لطيفه ظريفه. لا ما احبش الدسم. طب حته لحمه ستيك وشويه رز بسمتي وقلب وخلص. تعرفي تعملي حضرتك الكلام ده ولا ايه؟ انا بقى بعمل ايه بقى؟ بحب حته زبده كده. مش زيت. لا فتفوته. فتفوته. فتفوته من هنا. ضع فتفوته زبده. ضع فتفوته زبده. فين الزيت؟ هو ده. ايوه هو ده. ايوه على فتفوته بتاع زيت. زيت. بحب انا حته زبده على شويه زيت. اوكي. ده حقيقي مش للبرنامج. بجد؟ يعني البرنامج ما تسمعوش يعني اللي هي ده مش للبرنامج. ده مش للبرنامج. ده بعمله كده في البيت. في البيت. كده اوكي. ايوه ماشي شغال اهو. اوكي ما عملناش حاجه لسه عشان نشتغل احنا. وحته لحمه اهي قطعه واحده. يعني مين اللي هياكلها؟ الزوج او الزوجه؟ ما انا قلت لك ما بياكلوش مع بعض. احنا مش اتفقنا ان الجواز صح. لطيف خفيف. ندلقها. ندلقها. نضعها. نضعها. خليها كده اهي. ايوه. حته ستيكه كده خفيفه. يا سلام لما تكوني تعملي لنفسك بس. لنفسي. هي حته واحده. ما هي حته واحده. لا مش ثلاث اربع انفار. الولاد والزوج. لا. وسام لو حماتك عندك كمان تبقى حلوه طبعا جميله. الحمد لله. ما عندكيش؟ لا. محظوظه. بس والله كانت طيبه. طبعا. بس كانت طيبه. الحمد لله. كانت طيبه جدا الحمد لله. مالك يعني جدا الحمد لله كويس. اوكي. ايوه. لا لا ثانيه واحده ثانيه واحده. ايوه اللي انت عايزاه شوري البصل اهو. البصل انا بقى احب ايه؟ حتى لما اعمل شويه جبنه في البيت احب احط كل حاجه. يعني مثلا الجبنه. ايه الجبنه دي؟ جبنه
مقطعه عليها قطايف تاكليها. ايه اللي فيها؟ لا يا سلام لما تحطي عليها فص توم، فص واحد توم عجبنا عجبنه، وبعدين بصلايه صغنطاطه رفيعه ماشي، بصلايه شويه بقدونس شويه كزبره خضراء. لا 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 يا خراشي والله العظيم، والنعمه فلفلايه حاميه، فلفلايه حاميه، فلفلايه رومي، فلفلايه رومي ما بتحبيهوش؟ بحبه الفلفلايه حاميه لو ما عنديش تصوير، لو عندي تصوير ما اكلش حارق طبعا عشان وشي بيروح. ايوه عامل زي شعري ما هيعمل دلوقتي. لا لسه هو شعرك سابق لحد دلوقتي، لغايه دلوقتي اللحظه دي اوكي خارجيا ظاهريا جوه ما اعرفش. فالجبنه تحطي عليها شويه نعناع شويه فص ثوم حته بصله، كل دول دوقي بقى، مش هتبقى جبنه، هتبقى حاجه تانية تحفه. وتفتكري لي وتدعي لي وتكلميني في التليفون. حاضر. ده بصل، فانا احب احط كل حاجه على كل حاجه. ثوم ثوم وعز الثوم قوي، وانا عزه يا بس انا احب الثوم يعني. هو في الاكل مش ني، يخرب بيت جمال اهله. لا حلو موت موت الثوم. عايزه حاجه ثانيه؟ البصل ده انتي بايوتيك، البصل ده شم الريحه الله يا خراشي. البصل ده بيعملوا منه الانتي بايوتيك. البصل ده تحديدا ولا اي بصل في الدنيا؟ لا البصل اللي انا امسكه بايدي، مجرد احط ايدي على اي بصل اللي انا امسكه. ده انت هتجري شركات الادويه وراكي كده، تروحي بقى يقول لك مين فنك يا ابن سؤال، امسكي لنا البصله دي لو سمحتي، بس سؤال امسكي لنا البصله دي. هتشتغلي؟ بتشتغلي ايه حضرتك؟ مساكه بمسك بصل، بمسك بصل مساكه. احب البصل موت موت يا خراشي، لما تجيبي طبق فول وتخرطي عليه بصله وتحطيه في قلبه على الفول. لا طب ما اقطم، هو طبعا احلى واحلى، بتعضدي الموقف اكتر واكتر. لكن لو خرطيها ورميتيها عليه على الفول، على الفول جوه الفول وشويه بسطرمه. لا 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 وحياه لا لا بسطرمه على الفول يا خراشي، اضيع قيمه البسطرمه يا بالفول. خراشي والنعمه تاكلي فول مختلف بالبسطرمه، بالبسطرمه من غير ما ترمي التوم اللي على البره ده. لا لا بتهرجي بقى، حياه النعمه. يا اما ترميه لو البقال غلس وهو كان رماه واداهولك مرمي، حط انت فصين توم وحق وبصلايه وشويه بسطرمه على الفول ودوقيه وكلميني في التليفون. اوكي هكلمك كتير بقى. بصل قطه ايوه قطه الطشه دي تديكي احساس بايه يعني؟ شوف شم الريحه لا مش اي حاجه، لا صح نفس النفس يا عشان كده ما اخشش كتير. من ثانيه عايزه بالاشتراك مع لا مع بعض ها نفس بعد بالاشتراك مع نشا مصطفى. انت عارفه ما اخشش المطبخ كتير لاني بجننهم باكلك. يا خراشي يا خراشي يا خراشي، فلفل بقى. أيوة. فلفل بقى بالوانه حاسه ان انا ماسكه قلم فلوماستر وملونه. طب وتاخدي الموضوع ده؟ الموضوع ده قبل ما تتحرق شكلها هيولع. هو ده عباره عن ايه اساسا؟ شويه طماطم كده. طب بصي حاطين كلهم عشان ايه؟ نسيبها تاكل في بعضها ونعيش احنا في حاجه ثانيه. تغل في روحها. تاكل في بعضها وبعدين يا جماعه ما تقدرش تسيب اللحمه تغل في روحها على ما احنا لا بس ما بحبش بقى الحاجات دي بقى. ليه بقى؟ وما بحبش بقى الشغل ده اللي هو لا 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 مش عايزه ده. عايزه معدن، عايزه معدن ويكون مصدي كده ومصدي. عايزين معلقه فضيه عشان عايزين معلقه فضيه عشان عشان تدي نكهه عارفه يعني، تخش الحاجات اللي بتلمع دي والله ما بيطلع الاكل ولا ريحه ولا ولا ليه نفس. ثانيه واحده نفس مشترك يلا. طب على ما الاكله تتحرق احنا فشله. لا نسيبها بقى تتحرق وتغل في بعضها يلا. من حته بس على الطرف ده فنعمل كده. لا ربنا يكرمهم حمام منير، ربنا يبارك فيه. فرفش ايوه والله العظيم الواحد فرفش وعايز ادش بقى. لا في في لا مفيش الحقيقه دش ولا بيسين. لا مفيش بيسين للاسف، نسينا نعمل في المطبخ بيسين. اوكي طيب احنا اعتقد الاكله كده بقى ايه قربت تتصب بقى في الطبق. تفتكري ندلقها بقى؟ تفتكري نكحولها هنا جنبك يلا؟ ما انا مستنيه تقولي نكحولها. نكحول كحولها. حد يطفي لنا انا اهو بعرف اطفي البوتاجاز تصدقي. يا سلام على الكحوله، شوفي كحوله شيف يعني. لا لا مش اي حاجه بصي يا ام النفس، يا ام النفس نفسين، يا ام النفسين يا ام النفسين. بصي النفس الاخير بقى نعناع الجنينه يا محمد. بصي بصي الحركه دي ايوه هاتيها خدي انت. هو دي كان المفروض الاول نعمل الطبق كده. كده لا اعملي كده اهو واطلعي اجري. يا ريت ما يصوروهاش دي عشان شكلها هيتزل. ده اهو الله والله. بصي حته صغيره هنساوي هنساوي لا ما نساويش هي كده.
دي اسمها بقى الاكله دي ايه؟ الكحوله. رز بسماتي. ايوه رز بسماتي بحته الستاك عليها ثلاث اربع انواع خضار. ونسينا البتاع الاسود ده، الزيتون. ما دي الرشه الاخيره، ده اسمه الفاينل تاتش. الله، يعمل شكل مرعب وطعم طبعا انه اسود فارع. لا فاينل مش الاكله دي. طب احنا هنا مش في عربيه. احنا مش في العربيه. الله، يا ريت حد يصورها بس ما حدش يدوقها. يا ريت حد يصورها بس وحد يجي ياكل ويصوت. اتنين يصوتوا وثلاثة ياكلوا. يصوروا وثلاثة يصوروا. اتنين يصوتوا واتنين ياكلوا. ايه انا حاسه ان الاكله دي ممكن يبقى ليها مستقبل كويس. لا 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 اكيد. بس بامانه تتسجري تدويها بسمتك تتسجري. لا انا هاخدها وانزل الشارع. اجل اجل اي حد مش طايقاه. بعد رأس كارمن. كارمن العظيمه دي، كارمن المصريه، كارمن كارمن الشبراويه. انا كنت مبسوطه جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده. اكيد. وساعدتيني في تنقيه الرز. اكيد. وتقشير الثوم. واتحريتي معايا. والمفروض يعني عاده احنا بنيجي هنا المكان ده عشان نمارس رياضه. احنا طبعا قعدنا على الشلت. احنا ما عملناش رياضه. لا احنا قعدنا على الشلت نقينا الرز. احنا عملنا العكس. احنا كنا مبسوطين جدا جدا ان انت معانا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. صباح الفل فل فل، شمر ايدك دوق سمي وكل كل كل، ممبر ومحشي وفته بخل خل خل، مناقيش تحبش ويلا هم هم دوق، انسى الريجيم ده وقول له طز طز طز، وكل حمام ورومي ووز ووز ووز، اكلاتنا كتيره وزي الرز رز رز، مناقيش تحبش ويلا هم هدي بفوز بصراحة. ما يخلصنيش خالص. الأكل الأفريكانو أفريكانو، أهل 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 بانو، أوي أوي أوي، فلفل وحبانو حلو، عندي البقلاوة حلو، دي حاجة أنا